تعالى بقى نروح على حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتحصل في بلدنا بشكل دائم ومنتظم ومستمر، وعايزينها دايما تفضل مستمرة، هي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية. ينطلق ديارنا يوم 23 فبراير لحد يوم 11 مارس المقبل. معانا على التليفون استاذه شيرين عاصم، مستشارة وزيرة التضامن للتسويق والمعارض. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. ما الجديد في ديارنا هذا العام؟ ديارنا كل سنة بيتعمل، بتتعمل كذا مرة، بس بنحسب كل الدور، يعني بنحسبها بالسنة. دي الدورة 65 بتتعمل في كايرو فيستيفال سيتي، ومساحة المعرض 2800 متر. عندنا 400 عارض و20 محافظة مشاركة، وعندنا منتجات اكسسوارات ومفروشات منزلية، إضاءة، نحاس، خزف، خيامية، أخشاب، منتجات التلي، التطريز بتاع سانت كاترين وسيوة والصعيد، منتجات معمولة من إعادة التدوير. هايل هايل هايل. السنة دي بنستضيف ضيوف مصر اللي هم اللاجئين من المفاوضات اللاجئيه من سوريا والسودان واثيوبيا واريتريا. عظيم. اتفضل. لا لا انا مع حضرتك يا فندم، بقول لحضرتك عظيم. اوكي. فاحنا المعرض ده الهدف منه ان احنا نخلق فرص تسويق للمنتجات. العارض بيبقى عامل منتج او بيروح مثلا لمنتج، هاخد مثال التلي اللي بيتعمل في اسيوط وسوهاج. التلي ده مش ناس كتير تعرفه، دايما يقولك ده صناعه، هو مش صناعه، هو حرف. حرفة بتخش في مع الأزياء بتاعة الستات اللي هي الحاجات الجاهزة، أو واحدة بتفصل في البيت مثلا حاجة وبتطعمها بالتلي، بتطعمها بكروشيه، بتطعمها بمنتجات شمال سينا من التطريز، تطريز سيوة. إن أنا باخد الحاجة التراثية اللي بتتعمل عندي من زمان قوي، بعمل لها لمحة عصرية بحيث إن السيدة النهاردة تقدر تلبسها وتنزل بيها. حلو. من هنا ده بنخلق تمكين اقتصادي. طبعا. العارض لما بيجي بيشترك في معرض واثنين وثلاثة، بيبتدي يبقى عنده زبون بيعرفه أو بيعرف المنتج بتاعه، بياخد الكارت بتاعه، بيكلمه، بيفولو البيج بتاعته على الانستجرام والفيسبوك. فبالتالي العارض بيتخلق له قاعدة من العملاء. لما أنا بخلق له قاعدة من العملاء، بيحصل عنده استدامة في الدخل. صح. فلما بيحصل استدامة أنا كده بعمل تمكين، فبالتالي أنا بعمل دفع لعجلة التنمية الاقتصادية في البلد. طب هنا برضو يجي سؤال، يعني هل أنا عندي عارضين منتظمين لو صح الكلام دايما مشاركين معانا؟ في نسبة منهم، يعني أنا كويس. عندي نسبة دايما بقسم المعرض لإيه، بقول أنا عندي مثلا، هنقول 100%، أنا عندي نسبة هتروح للجمعيات الأهلية اللي بتساعد الناس اللي ما يقدروش يشتركوا في المعارض، فعندي نسبة من الجمعيات باخدها. عندي نسبة من كبار السن اللي بيعملوا منتجات، في ناس كتير شاطرين كبروا وطلعوا على المعايش بس بيعملوا منتجات وبيعملوا حاجات حلوة قوي، دول معايا هي. ليهم نسبة. ذوي الهمم ليهم نسبة كبيرة. الناس اللي عندهم تحديات في المرض، دول ليهم نسبة. بعد كده ببتدي اخد العارضين بقسمهم اجزاء. عندي حرفي بيصنع الحته بايده، وعندي حد بقول عليه وسيط اللي هو مثلا ممكن يكون ديزاينر، ممكن يكون حد عنده كرييتيف ثينكينج، بيفكر بطريقه ابداعيه. فهنا لما بحط المصمم او المبدع ده مع الحرفي بيطلعوا حاجه حلوه قوي. طبعا الحرفي متمكن من الحرفه، يعني انا ممكن اخد الشال بتاع نقادة، اخد شالين مع بعض اعمل بيهم كارديجان او بونشو. مش لازم البسه شال، انا ممكن اعمله ستاره، انا ممكن افرده على الكرسي. وظيفه المنتج، احنا بنساعد الحرفي انه يخلق وظيفه للمنتج. والله فكره حلوه. ده بيعتمد انه اللي بيتعامل معاه ممكن يوظفها في ايه. يعني المشنه اللي كل الناس بيشوفوا فيها الخضار، انت ممكن تقلبها وتحطها عندك في الساحل كحاجه متعلقه من السقف فيها لمبه. فهمت كده. اوكي فهمت قصدي؟ فهمت. اذا احنا المعرض يبدا ان شاء الله يوم 23 لحد ان شاء الله يوم لحد 11 11 مارس من 10 صباحا ل 10 مساء في كايرو فيستيفال سيتي. احنا محطوطين في خيمه جنب المول.
ماشي. اتمنى من كل جمهور المصري انه يدعمنا ويدعم الناس اللي عندها صناعات متناهيه الصغر. مش كل الناس اللي عندي قادره تتسجل، الناس لما بتكبر شويه لما بيجي حد يشتري منها وبيعرفها وبيشغلها، ده بيساعد الناس دي انها تكبر وتتسجل وتبقى في تتحول من قطاع غير رسمي لقطاع غير رسمي، من اسره منتجه لبراند او لحد عنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. صحيح. انا بشكرك مره ثانيه استاذ شيرين عاصم مستشاره وزير التضامن للتسويق والمعارض. انا اشجعكم جدا تروحوا ديارنا بالمناسبه.